هلو هلو، ويلكم. تحدي الجينات العشوائية عملت منه قبل كده النسخة البسيطة خالص، ان احنا نعمل وان سيم نراندمايز 3 مرات كل حاجة فيه، وبعدين نظبط شعره والميك اب عشان نخلي شكله حلو قدر الامكان. النسخة التانية اللي هلعبها النهاردة ان انا اعمل 2 سيمز، اب وام، بعدين راندمايز ابنهم. هراندمايز الاب والام برضو بس مش هقضي فيهم وقت كثير، بعدين راندمايز ابنهم او بنتهم. راندمايز يعني نختار بشكل عشوائي، ان حاول نظبط الابن او البنت. وغالبا هعمل بنت لانه for me سهل ان انا اعمل female sims، at least اسهل من الميلز يعني. alright let's start. حطيت my beautiful face في الناحية دي من الشاشة عشان ما يغطيش على الكاتالوج. ده اول sim جاري اول ما فتحت الجيم، so هعمل randomize 3 مرات. 1 2 3. alright I like it. وبعدين هندخل على كل حاجة فيه ونعمل randomize. so skin tones 1 2 3. الفيس 1 2 3. أو إيه فايدة إن إحنا راندمايز السكين تون وبعدين راندمايز السكين الفيس بعدها؟ I have no idea بصراحة. But 1 2 3. Oh no، إداني زي هير ديتيل وشعره pink. This is disgusting. Hopefully لما أختار الشعر يطلع لي حاجة pink عشان يطلع at least في تناسق، which I'm gonna do right now. 1 2 3. Oh no، oh no، كده باينين أكتر. Why? Just why? But then beard 1 2 3. Oh. Oh my god. Oh, I think المفروض برضو أمشي على you know كل حاجة في وشه. 1 2 3. العين، الحواجب 1 2 3. الأنف، الودان 1 2 3. Okay. أتسيس مطلعتش ودان غريبة. Cheeks 1 2 3. الهيد شيب برضو 1 2 3. بعدين الشفايف 1 2 3. Chin I think فاضل. Yes. الجaw. عارفين الحاجات ديت البينك دوت هنعتبر انه هو ميك اب، هو قرر ان هو يحط ميك اب بالشكل الغريب ده عشان في اعتقاده ان كده ده حاجه حلوه. بعدين شكل الجسم 1 2 3 او السكن تون الاول. اه السكن تونز عمال يتغير كل شويه. وبعدين شكل الجسم 1 2 3. اوكي بيوتيفول. تاتوز دو وي وان راندمايز تاتوز برضو؟ اي جس راندمايز كل حاجه 1 2 3. سو عنده تاتو ورده ريتير. اعتقد اداله حاجات كاستم كونتنت بتدي يعني زي سكن اوفرليز وحاجات زي كده. 1 2 3. Okay, so at least غطت البينك. Yeah, طب ده كويس، ده حاجة كويسة. سي في حاجات كويسة بتظهر دلوقتي. البيرسينجز هعمل randomize لكل category لوحده. 1 2 3. Oh no. Oh god no. خبينا البينك وظهرنا حاجات تانية أبشع منه. 1 2 3. Okay. At least النظارة خبت العك. سي كل ما بنختار حاجات عجيبة بنختار حاجات تانية بتخبيها. السلسلة دي هي اللي اختارت. طبعا القميص مغطي عليها. But whatever. وخليني اختار full body outfit. You know. Oh my god. كنت اقول لكم اختار full body outfit بدل ما اختار top و bottom عشان يسهل علينا الحياة نختار حاجة واحدة وخلاص. So الجيم بتعاقبني ودتلي الشيء دوت. Lovely. Very nice. طبعا مش هنباذر باي accessories لانه ما فيش اي حاجة منهم هتبان. هنراندمايز shoes 1 2 3. blue sneakers على اللبس الرائع دوت. Beautiful. At least عارفين ممكن randomize شراب او حاجة. So socks 1 2 3. أو أبيض، كنت منيت يجيلي أسود. أو نو يا ما في شي حاجة تانية هتبان. leggings أوه لو جانا دوت ممكن يغطي على الشراب. 1 2 3. نوب جانا واحد قصير سو مش باين. beautiful. سو عملنا الميل. Oh my god. Randomize الاس. Travis. Burgess. Burgess. Burgos. I don't know what way, but اسمه Travis. التريتس 1 2 3. Oh so adventurous. بيحب المغامرات. Romantic. وcreative. Nice. طبعا للأسف دول ما اقدرش randomize. So هحط public enemy. You know عشان لازم نختار حاجة تتناسب مع الشكل الرائع دوت. Okay so عندنا الشخص دوت هيمثل الاب. Can we randomize دول؟ Yes we can. 1 2. We'll remove current and earned preferences. Oh yeah, كل ما أعمل randomize لازم يطلع لي المسج ديات. I guess ممكن randomize مرة واحدة فيهم وخلاص. المهم الداني بيكره اللون الأصفر وبيحب الريترو ميوزك وبيحب البينتينج وبيحب الستوري بوك ديكور. Okay, خلينا نعمل الأم دلوقتي. Female. Oh, she's cute. Kind of, maybe. حواجبها مش cute أوي. حواجبها actually very bad. خلينا randomize 3 مرات. So one. Ooh.
Ooh, I like her. 2, 3. Oh, what is happening here? إيه اللي بيحصل هان؟ إيه اللي خلاكي تقرري تعملي الشكل دوت؟ يعني okay, sure. خلينا نبدأ بالقسم المرة دي. So apparently the skin tones كل ما بتظهر لنا بنعمل لها randomize. So the skin tone بيتغير يمكن 4 مرات ولا حاجة. بعدين نختار شكل القسم دلوقتي. So 1, 2, 3. Okay, normal body. بعدين tattoos. 1, 2, 3. Oh, okay. So الأخت دي بتحب tattoos. بعدين نروح للفيس. Skin tones again. 1, 2, 3. Okay. بعدين الفيسز. 1, 2, 3. وهيتغير. Yep. So the skin tones أو لون البشرة بيتغير 4 مرات basically. بعدين skin details. 1, 2, 3. I mean اداها برضو شوية hairline بس مش سيء قوي زي اللي ادال التاني. I love the details اللي ضفها على عينيها. اداها you know شكل مختلف عن كل ال perfect sims اللي بيتعملوا ever. مش هحط scars. Oh, ما غيرت شكل التيث بتاع الاخ. بعدين again مش هتفرق لانه كله متغطي. Okay, so حطة braces. Nice. I like it. ال head shape. الحواجب. At least الحواجب ما عادتش زرقاء وما ادري خضراء. مش فاكرة صراحة كانت ايه. العين I love عينيها الحالية. But خلينا برضو randomize. 1, 2, 3. Oh, عينها بنفسجية. I don't hate it. I do not hate it. وبعدين 1, 2, 3. الشن. الأنف. 1, 2, 3. Oh, من هنا اوكي من أخير كبيرة شوية. بعدين نلف نلاقي alright. بعدين الشفايف. Moving on. 1, 2, 3. اوكي اوكي كنا بدأنا بحاجة طبيعية وحاجة لطيفة وحاجة كويسة وبعدين كل حاجة وقعت. 1, 2, 3. Of course, of course. I mean اللي هيخلي الجيم يدينا حاجة مختلفة عن كده. Oh god. بعدين نروح للهير. 1, 2, 3. Oh, red hair. Okay, I like it. I like it. نبدأ دلوقتي بقى في اللبس والعك. So hats. 1, 2, 3. Oh, so غطى شعرها كله basically. It's fine, I guess. Accessories. نبدأ بالpiercings. 1, 2, 3. Oh, I think إن المفروض أشيله لأنه يعتبر some sort of glitch. Okay, I guess كده أحسن. عملت randomize just مرة واحدة كمان بس عشان يتخلص من العك الهان لأنه أساساً كان طاير برا وشها. So I guess عندها piercing في حجبها. بعدين glasses. 1, 2, 3. أو إداها رموش. So دلوقتي basically عندها 3 رموش. عندها الرموش بتاعت EA اللي عبارة عن خط أسود. بعدين عندها الرموش اللي ضفت لها من skin details. وبعدين عندها الرموش اللي من glasses. 3 طبقات من الرموش. Necklaces. 1, 2, 3. Okay. Simple. Nice. Makeup بقى. Yeah. We're gonna have fun with the makeup. نبدأ بالفيس بينت maybe. No. لو حطينا فيس بينت هيغطي على كل حاجة تانية. نبدأ بالميكب العادي. 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. Okay. Stars. So الجيرل ديت الستايل بتاعها funky للغاية. Okay. 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 بعدين اللبس. 1, 2, 3. بعدين الفيس بينت. بقى الفيس بينت هو الاحتمال يغير. Oh. At least مش مغطي وشها كله. Right? Oh god. نديها full body ولا tops و bottoms. I think نديها tops و bottoms. So 1, 2, 3. Oh, okay. Nice, nice. حاجة simple. حاجة عادية خالص. 1, 2, 3. Okay. I like it. Actually لبسها مش سيء للغاية. Bracelets. 1, 2, 3. مش هديها gloves لأنهم useless. والرينجز لو اديت لها رينجز هيخرب الرموش لأنه متعارض معاها. But هديها nails. I mean البينك مش متماشي خالص مع بقية حياتها. But whatever. 1, 2, 3. Okay. لون بنفسجي زي لون عينها. Leggings. 1, 2, 3. Maybe لو غيرنا الشوز الموضوع هيزبط أحسن. But حاليا مش لطيف للغاية. بعدين socks. 1, 2, 3. At least مغطين على leggings, you know. Hopefully جلنا شوز كويس. 1, 2. Oh my gosh, آخر مرة. دي آخر واحدة. لو جلنا بوتس يغطي على العك اللي حاصل ده كله هيبقى قشطة. Oh nice. وكمان لونه متماشي somewhat مع البينتس ومع الميكب بتاع وشها. ومش باين من الشراب الأهبل لا نقطة صغيرة. I like it. لا وكمان الشراب متماشي مع لون الهات. اللي حاصل دوت يعني كان متزبط له من الأول. انتوا تعتقدوا انه هو عشوائيا كده but oh no كل حاجة متزبطة من الأول. Oh man, this is funny. خلينا نشوف اسمها. 1, 2, 3. Chantel. Okay. 1, 2, 3. Ragland. Okay. So Chantel Ragland. Beautiful girly. 1, 2, 3. Self-assured. واثقة من نفسها. Are you sure مع الستايل ده؟ I guess لو حد بيلبس اللبس ده وبيحط الميك اب ده لازم يكون واثق من نفسه, right? وبتحب الدانس. وفريجان. Okay.
اوكي انترستينج. تعتقد الاسبيريشن بتاعها المفروض يبقى ايه؟ ويت، العبيط دوت المفروض نغير من البابليك انمي ليترالي نخليه ستار وورز. يس هينضم للفيرست اوردر اوف كورس. Oh God. I have no idea صراحة ديها ايه. I really wish انهم ما حطوا randomize button هنا برضو. اعتقد انها تبقى creative. Maybe تبقى painter. Yeah. Randomize the likes with dislikes. Yeah. I think انا هكتفي براندمايز مرة واحدة في دول. بتحب ال color black. وبتكره ال electronic music. بتحب ال writing. Oh. So maybe خليها كاتبة. But oh no. اخترنا خلاص. راحت عليها. وبتحب ال modern decor. Alright. دلوقتي هنضيف من الجينيتكس طبعا هنضيف بنتهم. ياي اكسايتينج. I think اني اخليها تين شانتيل والاب. I cannot believe انه ده طلع لنا actually. Just too much. اوكي شانتيل وترافيس بنتهم خلينا راندمايز 1 2 3. اوكي او واخذة نفس انف وشفايف امها. او جاد او جاد مش هقدر اغيرهم. alright so هو ده اللي بنشتغل معاه. يا نفس الأنف وشفايف أمها وتقريبا جسمها شبه جسم أبوها أكتر. أبوها طبعا مستخبي مش عارفين منه حاجة. So yeah this is the girly. اسمها يا ترى اسمها إيه؟ ما اسمك؟ ميسي. صفتها loves the outdoors وgeek. loves the outdoors وgeek. you think إن المفروض تبقى عالمة في حاجة معينة؟ eco innovator. yeah بتحب الطبيعة وgeek في نفس الوقت. So yeah بتحب تبني حاجات غريبة. randomize the likes والديسلايكس. ترى بتحب ايه؟ بتحب الكالر وايت، بتحب اللون الابيض، بتكره الجاز ميوزك، بتحب البولينج. اوكي وبتحب السوبربن كونتمبوري ديكور. بعدين دلوقتي نحاول نظبطها ونخلي شكلها لطيف. طبعا مش هنلعب في الشكل وشها نفسه، بس ممكن نلعب في كل حاجة تانية. سو اول حاجة اعملها شيل الشعر عشان نشوف السكين ديتيلز اللي اخدته وبتاع. خلينا نلغي كل السكين ديتيلز اللي اوريدي عندها ونظبطها من البدايه. سكين اوفرلاي. يا اي ثينك هيغير مره شكلها. الفكره اي سكين اوفرلاي اللي اختاره؟ او ده فيري نايس. كان في برضو ده بتاع جريم كوكيز. محتاره بين يا اما ده يا اما ده. توت توت اختار مين؟ اختار مين؟ اي ثينك ده بيديها ديتيل اكتر في وشها. سو اما تشوز ذس وان. وبعدين طبعا اول حاجه تتعمل نشيل الرموش بتاعت اي العبيطه، وبعدين نديها رموش عدلة. يا حاجة طويلة زي كده لأنه مناخيرها كبيرة قوي. سو ميبي هديها حاجات كبيرة في وشها عشان كله يبقى متناسب مع بعضه. يا 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 أو ميبي اديها حاجة زي كده. أوه كيوت. This is too much. Yeah I think إن هديها ده أكبر رموش في الحياة. Yeah see لما تكون الرموش كبيرة بتغطي شوية على مناخيرها. You know أول ما تبص على وشها ما تبصش على مناخيرها تحديدا، تبص على رموشها. You know جانا. Right نختار لها الشعر دلوقتي. يا ترى ايه الشعر المتناسب مع الوش دوت وشكل الانف دوت؟ يا اي ثينك لو شعر ضخم هيتناسب مع بقيه وشها، عشان برضو اللي يبص عليها ما يركزش قوي على الانف، يركز على الحاجات التانية الكبيره اللي في منطقه الراس كلها. You know what I mean؟ يا سي لما يكون الشعر مش كبير بيبقى مناخيرها بارز قوي او عليه هايلايت قوي، انما لما الشعر بيكبر بيغطي شويه على الانف. حاجه زي كده مثلا. يا اي لايك I like it. I think اللون ده very cute عليها. الحواجب دي مش هتنفع معانا طبعا، لازم نديها حواجب أعرض. I like الحواجب دول بصراحة، بس ما بيهنغمقهم شويتين. Nice. See كل حاجة دلوقتي ضخمة في وشها، ما بقاش الهايلايت على مناخيرها. Beautiful. مش هديها hats. I don't think اني هديها piercings من أي نوع، كده كده ودنها مش هتبان. لو اديت لها حلق مش هيبان أساسا. ومش عاوز اديها نظارة. لما نختار لبس ما بيهنديها نكلس. بالنسبة للمي ميك اب نختار اللبس الاول وبعدين نقرر نديها ميك اب ايه. ممكن اسهل على نفسي الحياه واختار فول بودي. اوه عارفين عاوزه اعمل ايه برضو؟ عاوزه البسها حاجه من الكيتس من اخر تو كيتس لاني ما استخدمتهمش كتير صراحه. يا اعتقد اديها البانس دول. اوه سو عنها زرقاء. ممكن امشي على نفس الثيم واديها حاجات زرقاء. ازرق وبينك. يا ازرق وبينك هيبقى كيوت. اي لايكي اي لايكي اي لايكي ا لوت. ممكن نديها سمبل فلاتس زي كده. خلينا برضو نديها من الكيتس، you know؟ لأنه الكيتس كان جاي معاها very cute shoes.
زيادة، والمرة مرة عجبني. Oh, I think the white very nice. Or maybe أصفر، إنه ده في أصفر. نروح أصفر ولا white؟ I think I'm gonna go with the white. Very cute. Wait, this is cute. These are actually very cute. وفي منهم pink ورمادي، في منهم أصفر. Yeah, I think I'm gonna go with the pink. اللي كله pink. أو دول اللي جايين مع الكيت بتاعت Oh my gosh, Fashion Street. I think. No, I think دول عجبني أكتر. Alright, we'll keep it simple. Just إيد واحدة. بعدين نديها nails. We could go with the pink برضو أو blue. ممكن نجو blue. I like the blue. I like it. We'll go just black, simple black. وبعدين نرجع للميكاب. هل ده معناته لو اديت لها سلسلة دلوقتي هتبان؟ Oh yeah, هتبان. Maybe هديها حاجة very simple though. حاجة زي كده. Actually دول حلوين. Maybe I'll go with this one. Alright, so حطت لها simple makeup. حاولت أخليه كله متناسق، الألوان كله pink. Blusher خفيف برضو pink. وبعدين شوية glitter أو لمعة على عينها. والشفايف قررت أديها لون طافي، مفيهوش لمعة ولا أي حاجة. Yeah, I think she looks very very pretty. I guess هو ده اللي طلع معانا من الاثنين الدول. Oh my god، كل ما بص على دوت عن جد so funny. أنا مش فاكرة شكله صراحة، ماذا لو شلنا؟ Yeah, okay. Maybe المفروض ترجع تلبسه تاني، محدش عاوز يشوف شكلك الطبيعي. Oh God. But yeah, ده اللي طلع معانا من تحدي الجينات العشوائية. Hopefully تكونوا استمتعتوا بالفيديو. Hopefully تكون عجبكم النتيجة. لو حد عاوز يجرب التحدي ويعمل هو السيمز بتوعه، حط صور على انستغرام وتاج مي، او تعالوا ديسكورد وحطوهم هناك. But yeah، ما تنسوش تعملوا لايك شير سبسكرايب and all that. واشوفكم المرة الجاية ان شاء الله. Bye.